الفيديو التالي حنعمل سيميوليشن لقانون كولوم. بداية بنختار التجربة الخاصة بقانون كولوم. بنلاحظ الواجهة حيكون فيها الباراميتر وفق التالي. قانون كولوم بداية انه بنشوف في عنا شحن Q1 Q2 وفي عندي بيناتهم قوة. العالم كولوم اجا بدي يشوف تأثير هي القوة الكهربائية بين هاتين الشحن بشو بيتعلق، ايمت بيزيد وايمت بينقص. حنشوف عندنا مثلا اذا حطيت انا شحنة Q1 ببداية المؤشر او بداية المسطرة عند 0 سنتيمتر واخدت شحنة Q2 باي مكان اخر وليكن عند 5 سنتيمتر، شو بنلاحظ بداية؟ بنلاحظ بانه في عندي هون اذا انا شلتها حيعطيني بس الفورس، اذا كبست عليها حيعطيني الفاليو لهي الفورس او لهي القوة، اي ان الشحنة Q2 حتتأثر بقوة ناتجة من Q1 وكذلك الامر Q1 حتتأثر بقوة ناتجة من Q2. يا ترى كيف بيكون اتجاه هاي القوة وايمت بتزيد وايمت بتنقص؟ بداية بنلاحظ بان عندي انا ماخذ انا الشحنة Q1 ناقص 4 ميكرو كولوم، اي ناقص، بالتالي القطبية سالبة، بينما Q2 اخذ الشحنة تبعها موجبة 8 ميكرو كولوم، بالتالي شحنتها موجبة. اختلاف في قطبية الشحنتين بالتالي حيكون هناك تجاذب، اي القوة الكهربائية سوف تكون متجاذبة، اي Q1 باتجاه Q2، يعني F1 باتجاه Q2 وF2 باتجاه Q1. طيب ايمت بتزيد هاي القوة؟ بنلاحظ قيمتها هون مثلا 115. اذا بيجي بزيد ال Q1 زدتها بنلاحظ بتزيد هاي القيمة، اذا اجيت وزدت Q2 شو بنلاحظ؟ بتزيد F2، يعني بتزيد القوة بشكل عام. طيب اذا اجيت بعدت المسافة او قربتها شو بنلاحظ؟ اذا قربت المسافة بنلاحظ ان القوة عم بتزيد. طيب اذا بعدت، كل ما بعدت بيقل تأثير هاي القوة، وبالتالي فينا نقول بأن القوة الكهربائية تتناسب طردا مع الشحنتين، يعني Q1 أو Q2 أو زيادة كليهما، وتتناسب عكسا مع مربع المسافة بين الشحنتين Q1 و Q2. بالنسبة إذا كانت عنا هذول الشحنتين بنفس القطبية، نحن بالمثال أخذين بقطبيتين مختلفتين، فمثلا فينا ناخذها بقطبية موجبة لكيو واحد مثلا 5 ميكرو كولوم، شو منلاحظ؟ منلاحظ بأن اتجاه القوة حيكون تنافر، أي القوة من كيو واحد هي حتكون بالاتجاه هون، والقوة من كيو اثنين حتكون بالاتجاه التالي، بالتالي تنافر نتيجة بأن القطبية متشابهة. ولو كانوا سالبين مثل الشيء، فيعني لو أخذت هون سالب وأخذت هون سالب مثل الشيء، حنشوف تأثير القوتين او الاتجاه تبعهم حيكون باتجاه تنافر مو تجاذب. فينا كمان نشوف شو تأثير هاي القوة وفق الآتي. نلاحظ اذا تمت زيادة احد هاتين الشحنتين مثل هون حيزيد تأثير القوة، ولو قربنا المسافة بيناتهم حتزيد هاي القوة، ولو بعدنا المسافة حتبعد هاي القوة. بالتالي فينا نلخص الأمور إنه في عنا أنا القوة الكهربائية تتناسب طردا مع الشحنة Q1 و Q2 وبتتناسب عكسا مع مربع المسافة بين هاتين الشحنتين. بيكون عندي اتجاه القوة تجاذب، أي كل قوة لأحد الشحنتين تتجه باتجاه الأخرى في حال كان اختلاف القطبية أحدهما موجبة والآخر سالبة، وفي حال الشحنتين امتلكتها نفس القطبية حتكون القوة باتجاه تنافر، أي مبتعدة عنها. وهيك بنكون انهينا الفيديو الخاص بقانون كولوم واللي هو بيحاكي القوة الكهربائية وشو البارامتر اللي تتعلق فيها.